السلام عليكم متتبعي الأوفياء لقناتي، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا جوزتوا العيد في أحسن الظروف وما تكونوش عيتوا بزاف مشغل. واليوم نقدم لكم واش حضرت في العيد. أنايا درت نهار كيما العادة، نهار الأول تاع العيد درت كبدة مقلية والفا نقسمها، نص نديرها بشرملة نص مقلية. الخضرة ما درتش بشرملة، درتها كاع مقلية مع بطاطا مقلية، إن سالاد مع شتيت مخ. مخ نغليه غير واحد زوج دقائق ولا ثلاث دقائق، ومع بعد نقليو الثوم ونديرو هذاك المخ ونديرو له البيض. وفي العشاء درت بكبوكة، ما درتش العصبان، قسمتها نص درتها بكبوكة ونص خليتها ندير بيها ان شاء الله العصبان بالبصل والطوماطيش والحميصة. ضياف جاو عندي قالك ما حبوش ياكلوا العصبان، حبوا ياكلوا هذه البكبوكة. وغدا من ذاك درنا شوى، شوينا داك اللحم ودرت اللحم بالفواكه الجافة. درت طرف تاع اللحم، زوج مغارف زيت، مغرفة تاع زبدة، قليتهم مع الزنجبيل مربي والبصل، درت حبة بصل قليتهم معاهم. من بعد مرقتهم كي طاب اللحم كنت درت هذوك الفواكه الجافة، البرقوقة والمشماش والزبيب في الماء سخون باش طراو. كي طاب اللحم رديت هذوك الفواكه لداخل، وهذه نورمالمون تجي شويه حلوه، اللي يزيد لها اللي يحب يزيد السكر يزيد لها السكر، وانا ما زدتلهاش، خليتها غير بهذيك الحلاوه تاع الفواكه. وكاين اللي قسمت لهم شويه، درت لهم شويه فيها شويه عسل. نسيت ما قلت لكمش الملح، ما درت لازم ديروا له الملح قبل ما يجي مسوس، واللي يحب يزيد له اللوز من فوق محمص يزيد له اللوز. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات تاعي تاع نهار العيد، والسلام عليكم.